نادين حياتها اتنكدت على دماغها. لا ما كانتش نكديه، بس كانت مضغوطه قوي قوي قوي. هو انت بتسمي ده انبساط؟ كفايه نادين بقى، كفايه دراما. انا دراما؟ طول عمرك شايفه الحياه من عندك انت بس. خلي عندك شويه احساس، ما تبطل بقى التناحه اللي انت فيها دي يا اخي. وانت مش مدام نادين كل حاجه بتحصل جواها زي اي واحده فينا، يعني تعاملها مع المشاكل او الحاجات اللي هي بتعدي فيها تعامل داخلي بسيط. فايتس فيري هارد ان انت لازم تفهمي تخشي ماكرو جدا جوه الشخصيه دي علشان تعرفي تعملي التويست الصغيره او التشينجز الصغيره اللي بتحصل فيها. في حاجات كانت تشالنجينج علشان الموقف نفسه تشالنجينج، زي وانا بحمي طفل عنده شهر ونص مثلا لاول مره في حياتي كلها، ده كان تشالنجينج. انا كنت لازم امسك قلبي ده اطلعه بره. كنت كل ما اكلم مع واحده من الامهات يقولي اول لما تخلفي تحسي ان قلبك ده طلع مني. فانا عملت كده، طلعت قلبي مني. يلا شينو انا وهو اصحاب من زمان جدا، وهو ممثل شاطر قوي. الديناميك اللي ما بيني وما بينه من غير ما نتكلم كان في اتفاق ان احنا جايين ننبسط، كنا بنخش بنلعب في كل المشاهد اللي احنا بنعملها. انت عايز تتجوز واحده صنم بتغسل وتنظف وتسكت ما تقولش حاجه؟ مشهد المواجهه كان تشالنجينج جدا، ازاي انا هظهر كم الغضب اللي جواها ده من غير ما صوتي يعلى، لانه ده مشهد ما فيهوش زي ده، مشهد عن هادي جدا 9 صفحات انت بتتكلمي. You are so focused and so powerful and so broken في نفس الوقت، فهو كومبو بقى المشاعر ده كله في نفس الوقت. ده كان صعب قوي. امينه ما كانتش موجوده خالص. انا بدات افكر في المسلسل بعد ما خلصت المسلسل كامينه رايها ايه، بس انا throughout المسلسل كانت امينه دي مش موجوده، هو نادين بس هي اللي كانت موجوده.